اتحدثت مع بعض اللاعبين، كان حتى وليد سليمان كنت بتحدث معاه من ساعتين عن الدعوه القضائيه اللي يرفعها على احد الاعلاميين اللي هو كتب على صفحته الشخصيه ان وليد سليمان تم استبعاده من البطوله خوفا من المنشطات. ان هو وليد سليمان كلمته قلت له هل فعلا انت رفضت دعوه قضائيه؟ قال لي بالفعل انا رفضت دعوه قضائيه على هذا الاعلامي اللي قال ان انا مش هشارك في بطوله خوفا من المنشطات. ودي كانت اعلامي مصري؟ اعلامي مصري بينتمي لنادي منافس. كتب على صفحته الشخصيه ان وليد سليمان سليم مليون في المية، لكن إدارة النادي الأهلي أو الجهاز الفني للنادي الأهلي رفض أن وليد سليمان يشارك في البطولة خوفا من خضوع المنشطات ويثبت أنه هو عنده أنه هو بيتناول المنشطات. وليد سليمان طبعا خد الأمر ده ورفع دعوة قضية عن طريق المحامي بتاعه. ويمكن كلمت معاه، يعني كلمت وليد حضرتك؟ كلمت مع وليد وقلت له وليد هل انت فعلا في دعوه قضيه؟ قال لي بالفعل كلفت المستشار اشرف عبد العزيز تقريبا على ما اتذكر برفع دعوه قضيه لهذا الاعلامي، لان المعلومه دي وصلت للاعلام القطري بشكل سيء جدا جدا جدا. وابتدوا يتكلموا ان هل في لعيبه النادي الاهلي بياخدوا منشطات؟ هل ان لعيبه النادي الاهلي كده؟ فطبعا كان ليها اثر سلبي جدا على الاعلام القطري لما تناولها النهارده. فبالتالي وليد اخبر او وليد شاف ان افضل حل للرد على هذا الامر هو رفع دعوه قضيه على هذا الاعلامي. يعني الروح المعنويه للاعيبه وكابتن بيبو معاهم على طول دلوقتي في كل حته حتى في التدريب. عمل معاهم اجتماع النهارده كابتن محمود الخطيب قبل المؤتمر الصحفي، والنهارده كان المؤتمر الصحفي النهارده موسيماني اتكلم فيه بشكل شكل يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني اتحدث عن الكابتن محمود الخطيب بشكل كبير جدا. قال لك ان ده واحد من اساطير زي اساطير الكره الانجليزيه. اتكلم حتى عن فلسفته هو مع النادي الاهلي. قال لك ان انا المذهل بتاع نيلسون مانديلا، نيلسون مانديلا في يوم من الايام ما كانش حد يحلم ان في زعيم اسمر يحكم جنوب افريقيا. انا ما كنتش لكن انا اللي حصل لنيلسون مانديلا الحلم المستحيل نيلسون مانديلا زعيم اسمر يحكم جنوب افريقيا ده ولد عندي الطاقه ان انا ادرب نادي عظيم زي النادي الاهلي. ومش بعيد من النادي الاهلي اخرج ان ادرب نادي في اوروبا. قال لك ده مش بعيد جدا، نيلسون مانديلا عملها قبل كده وانا ان شاء الله قادر ان اعملها. واتكلم على طموح النادي الاهلي في كاس العالم وقال ان جمهور النادي الاهلي بيمثل ضغط كبير جدا عليه، لكن الحمد لله جمهور النادي الاهلي يمكن في الساعات الاخيره دي شويه ابتدوا يخفوا من نغمه الضغط على الفريق وعايزين بس خلاص نسيوا حكايه بايرن ميونخ وانتصار بايرن ميونخ. ابتدوا يدعموا الفريق بشكل كبير جدا مباراه الدحيل، وده اللي كان موجود على الهاشتاج. قال لهم احنا مش طالبين منكم غير اداء مشرف واداء رجولي. وباقي بقى الامور الفنيه خلاص تقريبا موسيماني النهارده عمل محاضره مصوره بعد العشاء. رقم واحد الاهلي الكبير جاهز الدحيل.